يا اخي يعني يقعد. طيب تخيل هذا حط له حلم، انسان حط له حلم في حياته ويسعى له ويحقه، مثلا اراد الله ولا تيسر ولا وصل ولا تحقق له هذا الحلم. طيب عادي تكون طيب في بدائل، في بدائل، بس في ناس خلاص راسم خلاص هذا الحلم هو الحياه كلها. طيب صار اي ظرف إن كان ولا وصل هذا حلمه ينكسر؟ لا بعضهم مو ينكسر، بعضهم خلاص تصير سوداويه، نظره الحياه سوداويه. ايوه طيب ويندرج لاشياء تنهي حياته من طيب الله لا بلانا يعني. هذا مثل زمان، اتحدى اذا انت ولا اي واحد ما ساله هذا السؤال يوم كان ورع في الفصل، ما جو قال وش حلمك وش تتمنى وش اللي قال ضابط، واللي قال طيار، واللي قال. في ناس خلاص يرسم اني لازم طيار 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 طيار، ما وفق الله ولا راح طيار. ما يا اخي اللي بيكتبه ربي لك والله رزق خير سبحانه بكل شيء. ايوه هذا سالفه يوم تقول طيب ها ماجد قبيل راد الله ولا خذال هذا الجيب صلوا اللي يقول اذا هو انا ما هو بحاط اقصى طموحه، بس يعني جيب اخو شيء ودك فيه، بس انه ما هو اقصى طموحك. يمكن تقعد حياتك كلها على ديدسن، اهم شيء القناعه. عندك ديدسن، غيرك ما عنده ديدسن. والسياره انت ايوه بسالك بسالك ما عنده السيارات. أنا أنت لو مثلا موظف وباقي ما قد تزوجت، إيش بتكون أولوياتك؟ في بعضهم يقول أنا بشتري لي آخر موديل سيارة. كل الشباب قبل يتوظفون كذا. طيب أنا معي سيارة، أنا معي سيارة، يقول لك السيارة وسيلة وليست غاية. هل تؤمن بهذه المقولة؟ السيارة ولا بتجي تنافيها؟ السيارة وسيلة وليست غاية. حلو. صح ولا لا؟ حلو. لكن إذا كان ربي منعم عليك وباستطاعتك انك ترفع عن نفسك وتاخذ الافضل، لا تحرم نفسك ولا تمنع نفسك ولا تمذه نفسك. تمذه؟ تمذه ما تعرف هذه تمذه، يعني انك تكرم نفسك وتنبسط تعيش حياتك. يعني انا مقدوري، انا يا عايض اني مقتدر ومستطيع، باخذ لي سياره زينه، ايش الاشكاليه؟ يعني اقعد على سياره يلا تمشيني عشانك زي ما قلت وسيله ولا غايه؟ لا. اي صح يعني معي سياره مرحبا انا تا سياره توديني وتجيني، ومقدوري اخذ سياره افضل. باخذ الافضل اكيد. اي بس انك تقول لكن وسيلة. لا انا اتكلم في بعضهم، يعني انا اعرفهم على صيد الشخصي، توه مثلا قصدك انه وهق نفسه وطمر. يا اخي صل على النبي، راتبه تقريبا حدود التسعه. ايوه لا لا هذا يعني اولويات. دقيقه يعني دقيقه اجي اصحح له، مثلا جيتنا هنا واحنا نتكلم عن موضوع طموحات الشخص، ومثلا انت موظف في وظيفه راتبك 9500 مثلا. حلو. في ناس اعرفهم يفكر على طول في سياره، مع ان عنده سياره، وقلنا واتفقنا انه السياره وسيله وليست غايه. يعني عندك سيارة تقدر توديك وتجيبك، لو ربي مغنيك أكثر من كذا وتقدر عادي ما فيها مشكلة، واحد يرفع عن نفسه. بس قصدك أولوية. أيوه هذا الأولوية، فيجي يقول أبى أخذ لي سيارة ويطق له بآخر موديل سيارة ويكع مبلغ وقدره قصد، وياكل حلاوة على قولتهم، ويقعد نهاية الشهر والله أنه قبل ما ينتهي الشهر بأسبوع ونص أنه ما عاد معه ريال. أقول له طيب يا ابن آدم ليه ما قعدت وجمعت لك كم ريال وأسست في أشياء ثانية؟ مثلا أنا عني أتكلم عني يا معاذ، لو مثلا تقول لي الاولويات الشيء اوكي ودي اني بسياره دي، بس اللهم لك الحمد معي سياره، لكن لو اني في وظيفه مرموقه وكل شيء ببدا اول شيء ابغى اول شيء. هذا ترى الكلام في الزواج كلام في الساعه. بعدين وش كنت بقضياتني؟ كلام في الساعه والاولويات. يمكن هو ما عنده شيء مرتب، يعني ما عنده ترتيب في حياته، اخترى في بعضهم كذا وسوء تدبير. سوء تدبير في بعضهم يمشي كذا على الضربه ما يدري وين الله حاطه. بناء على كلامك انا اعرف ناس شخصيا، اعرف شخص دخل في قطاع خاص وكان راتبه يعني ممتاز، خذ له قرض وكان يكلمني قبل ما يتوظف قال اذا ان شاء الله ربي وفقني فبسوي لي مشروع، وكان فكره يعني عجبني لدرجه كبيره انه يبغى يسوي له مشروع مجال اعمال. اي يبغى يستثمر راتبه وياخذ القرض هذا ويستثمره. توظف خذ شهر ويطلع القرض وياخذ له موتر وقدره وضاعت تخطيط افلحت كلها دكه الوادي. والله يا الربع انه خذاله يمكن ثلاث شهور اللي هو معلن موتره. طيب قبل ياخذ ذا ما كان عنده سياره؟
أنا كان عنده سيارة لكن شو الفخفخة هذه إيه؟ ترى هي اللي تضيع الإنسان. فخفخة أنا معها في حالة. إذا عندك تدبير. إذا كنت لا كنت مستقر أموري أساسياتي زينة مستقر ماديا إلا والله بركب أطلق موتر وبسكن أحسن بيت وبلبس أحسن لبس إذا كان وضعك مستقر، لكنك تحمل نفسك فوق طاقتها هنا المشكلة. يعني أنا أشوف لو يعني تخيل نايف أنت مستقر ماديا وأمورك زينة وكذا وسيارتك مشي حالك، هذا خطأ يا أخي. الآدمي هذا أنا أبصم أنا أبصم محروم ذا. أنا أبصم بالعشر لو سوى المشروع اللي كان ناوي يسويه لا توفيق ما يكمل الله. الثلاث شهور يعني باذن الله توفيق الله بس انت لكن انا اقول لك وجهه نظر انه لو اعوذ بالله من كلمه لو كان اخذ الموتر ولا اضطرنا بعد ثلاث شهور بعض مين كب نفسه بنفسه يقطع رزقه بيده على قولته والتدبير نصف المعاش طيب ابى اسالكم سؤال مثلا نايف هل لو توظفت في وظيفه براتب 4500 وانت عندك مثلا سكن دي يعني مع اهلك او شيء بتكفيك 4500 انا كنت متوظف ب